السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع قوي جدا في موضوع الترجمة، موقع اسمه ريفيرسيو، ده ممكن تديله مقالة كاملة وهو يبدأ ان هو يترجمها لك، وممكن تديله PDF او وورد وهو يبدأ يترجمها برضو. تقدر تختار من هنا اللغة العربية هيت، تمام. ومفيش حاجة اسمها ترجمة 100% او الترجمة دي احسن من جوجل، لكن دي الواحد استريح لها لما جرب الترجمة لقاها كويسة، تمام. في برضو شوية خدمات كده كويسة زي ان هو يراجع الجرامر لو في مشكلة يقولك عليه، تقدر ان انت تسطبه عندك على الويندوز، تمام، بحيث ان هو يكون موجود معاك لو انت فاتح وورد او فاتح اوفيس، يبدأ ان هو يساعدك في الترجمة بالشكل دوت. يديك الترجمة لو انت موافق عليها بتقول له ريبليس. ففي شوية مزايا كويسة جدا في موضوع الترجمة بتاعته، وبيديك أمثلة حقيقية من الواقع. لو في جملة مثلا مش واضحة ممكن يساعدك في الكتابة، AI Writing Assistant، ممكن تديله ملفات برضه يترجمها لك. فتقدر إن أنت تجرب الموقع دوت وإن شاء الله تلاقيه كويس.